يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أعمل مدرسا وأقتطع أحيانا بعض الدقائق لأداء صلاة الضحى أمام الطلاب تعويدا لهم على هذه السنة وتحبيبا لهم إليها، فهل فعلي صحيح؟ لا، فعلك ما هو صحيح. الوقت ما هو لك، وقت للدرس، ولا تأخذ منه شيئا، لا تأخذ من وقت الدرس شيئا. الدوام هذا للحكومة، تعطيك راتب عليه، لا تبخس منه شيئا، ولا تقول بصلي نافلة أو بقرأ القرآن، عملك ألزم عليه. وأما التطوع هذا له وقت آخر، نعم. وتعليمهم ما هو بالطريقة هذه، تعليمهم بالكلام، بين لهم صلاة الضحى وفضلها بالكلام، فيما حاجة إلى، نعم.